مجددا كابتن محمد بركات مع الان احد نجوم هذا اللقاء النجم مؤمن زكريا. مؤمن مبروك الفوز النهارده على الغريم التقليدي نادي الزمالك. الله يبارك فيك. طبعا برحب كابتن بركات والموجودين معك في الاستوديو. طبعا مباراه مهمه خلاص بتحسم بيها بطوله الدوري وكمان بتلعب نادي الزمالك، فبتبقى مباراه مهمه في ختام الدوري وبتكسب الحمد لله مكسب كويس وبالدوري بلا هزيمه، دي حاجات بتحققها للنادي وليك انت شخصيا، وربنا يكرم في اللي جاي باذن الله. والف مبروك لبطوله الدوري النادي الاهلي. جماهير الاهلي تحديدا في مباريات القمه بتنتظر مؤمن زكريا يهدف، ايه اللي حصل النهارده؟ لا الحمد لله والله اهم حاجه المكسب، وانا بعد كده بص اهم حاجه الفرقه هي اللي تكسب، وبعد كده لو انت هتحقق حاجه شخصيه ليك تبقى كويسه بس من خلال الفرقه، فانا بركز ان الفرقه اهم حاجه تكسب. والحمد لله يعني كان التوفيق لوليد النهارده والاقاي، ربنا ممكن يكون شايل لك حاجه احسن خير في الماتشات اللي جايه، اهم حاجه المكسب، مش بفكر ان انا اجيب جون ولا ما اجيبش جون، تبقى رزق بتاع ربنا يعني. شكرا للاهلي ان هو رغم ان هو حسم بطوله الدوري منذ فتره طويله لكن النهارده اخدتم المباراه بجديه، ايه اللي حصل يعني؟ لا لازم تاخد مباراه جديه، لما مباراه الاهلي والزمالك دي بتبقى مباراه خالص ديربي بين الناس، بتفتكر الناس فيها ان مين كسب ومين خسر، فبتبقى مباراه مهمه، وكمان انت بتعايز تحقق حاجه ليك اللي انت بلا هزيمه، دي هتبقى حسن. مبروك الفوز حبيبي، ربنا يخليك. اذا ده كان لقاءنا مع مؤمن زكريا نجم النادي الاهلي.